بعد 15 شهرا من أشغال إعادة تهيئة مركب التنس حي السلام بوهران، ها هو الآن أصبح جاهزا لاستقبال أبطال كرة المضرب خلال دورة الألعاب المتوسطية صائفة العام المقبل. لترا راه هما 70 سنتيمات هودنا لتحت دي كوش دو دريناج وكل شيء، سي لا بروم لا فري ريابيليتاسيون اللي درناها هاد الخطره قبل ما نديروا لا ريابيليتاسيون اللي كون نتي با دون لي فورم. فاهم بصح اليوم رانا 12 كور 11 ملعبا اضافه الى الملعب الرئيسي الذي يتسع الى 500 متفرج، يعد مطابقا للمواصفات ومقاييس اللجنة الدولية. دون كاي تشارج دي جو ميديتيرانيا يفو يكون ان سنترال دو 500 بلاص، وسمينا عليه لو سنترال هذا على مزداد الحسين اللي كان ان اونسيان جوار وفورما من وقت 62 هو في ليكيب، 63 هو في ليكيب ناسيونال وفورما بزاف عده لاعبين على المستوى الدولي. ويرتقب استلام مركب التنس في شهر جوان القادم. المركب الذي أنشئ سنة 1934 يصنف ضمن أحد المنشآت الرياضية العريقة بغرب البلاد.